في مأرب معنا عبر الهاتف الناطق باسم القوات الحكومية العميد عبدو مجلي. مرحبا بك سيادة العميد، ما جديد المعارك في جبهات مأرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا اختي العزيزه، شاكر الساده المشاهدين الكرام لقناه اليمن اليوم. اختي العزيزه، اليوم انتصارات تحققت في محافظه مأرب وخلال يوم امس، وخاصه في الجبهات الجنوبيه لهذه المحافظه، محافظه مأرب التاريخ والحضاره، حيث حقق الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة وتقدمات، وتحول الجيش من العملية الدفاعية إلى العملية الهجومية، وخاصة في إطار جبهة الجوبة وبالتحديد في منطقة لظى، وكذلك أيضا التخلص من تلك الميليشيات التي تسللت إلى الأطراف الجنوبية للبلق الشرقي، كذلك في العريف الذي أيضا كبدت الميليشيات الخسائر الكبيرة، وكذلك في العمود. هذه العمليات القتالية والعمليات الهجومية، تم تحرير عدة كيلومترات في تلك المناطق والأودية والصحاري. العمليات القتالية اليوم كانت مشتعلة في الجبهات الجنوبية، وكبتت الميليشيات أيضا الخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أيضا أختي العزيزة، كان للمدفعية الجيش الوطني دورا كبيرا وفعالا في تدمير القدرات الميليشيات الانقلاب الحوثي، وتدمير العديد من الاطقم العربات والمدرعات، والطيران المقاتل ايضا كان له ايضا دورا ايضا كبيرا وهاما في تدمير الارتال والعربات للميليشيات الانقلابيه الحوثي. ايضا حاولت الميليشيات في جبهه الكساره في الجبهه الغربيه لمحافظه مأرب ان تتسلل الى بعض المواقع، لكن كان المقاتلون الابطال من الجيش الوطني لهم بالمرصاد، وكبدت الميليشيات الخسائر الكبيره، وتم القضاء على تلك الانساق المهاجمه التي ارادت النيل من محافظه مأرب التاريخ والحضاره.